الله. على مشارف شادي بول هنا في هذا المكان تختلط المياه ديال حوض البحر. وهذاك لو جروب اللي غادي دوك سو سون لي زامي ومور هذاك اللي عنده الجاكيطه خضراء او البول الخضر كاين واحد لونتين لونتين ديال ترونسميسيون ديال الميتر سي ان بوست. هادوك لي كارد كوب راه كاينين توت او لون ديال وين الشواطئ. دائما كنقولها الشواطئ المغربيه في الجنوب راه بكل صراحه بغينا ولا كرهنا راه حنا دايرين دي جوندارم بالنسبه للاوروبيان وشي وحدين بعض القنوات ديالهم. انا متبع القنوات الاسبانيه بعض القنوات ديالهم كتظهر بعض المسؤولين ديالهم كيهضروا على المغرب شي وحدين نسبيا في الاخبار ديالهم كتبان واحد شويه ديال الموضوعيه كيقولوا بان حتى المغرب كيتعرض للضغوط ديال الهجره ديال لي سوب صحاريين دوك الناس اللي كيجيو من افريقيا جنوب الصحراء وشي مسؤولين عندهم لعنه الله عليهم الى يوم الدين منهم داك كوليتا داك الحزب اليساري ديالهم واحد ما غادي نعايروا شي لان ما فيه يكفي. كانوا كي حزب جديد حزب ديال بوديموس بوديموس هي نستطيع هي تقريبا كتعني هي سويكان الو غنقطع شنو غنقطع الموقف هنايا يلا اللي كيعرف هذا شنو هو هذا ديزولي غنقطع واحد العريش ولكن من الفوق ما غنجبدش من الجدر. هذا هو الريح هذا الفروي ديالو مكلاسي رقم واحد في لي زونتي اوكسيدا هادشي اللي قريت والله اعلم هذا السو خبير وكيتباع كيتباع في لي غروند سيرفاس دوك المحلات المختصه في هاد لي فروي اكزوتيك وهاد كاين النادره ولا الغاليه ولا كل واحد كيسميها مع الناس اخرى المهم غاليه في الثمن ديالها. كيقولوا هذا هو اللي كيتوفر على اكبر نسبه من المضاد للاكسده والله اعلم اضافه لفيتامينات اخرى سي وكذا وقليل قليل بزاف هذا راه غير صدفه لقيت هذا العريش هذا دونك دابا اللي شافوا راه غادي يجي يقلعوا كامل لان تقريبا المنطقه بالحق يتعذب بعدا باش يبقى غيتعذب ولا وصل لهنايا راه غادي تبقى فيه الطبيعه وغادي يدير بحال يقطع شي عريس وصافي. هذا قطعته في الحقيقه باش نوريه لي زامي نشوف واش كيعرفوا هاد لو فروي ولا لا. كنت كنهضر على بوديموس هذا الحزب هذا كان من المساندين لبوليزاريو دابا وصل للسلطه وكان دار واحد التصريح ديالو قال لك لا انا ما غنجيش نزور المغرب. انا كنجاوبو اللي ديغو كي نوس نويستاس البيان بينيدو من ماروكوس انت غير مرحب بك هنا في المغرب وانا شخصيا الى هذا ساتهجم عليك على الاقل تهجم لفظي ماشي بالسبان ولا لا ابدا غير بداك الشيء اللي كيضرك انت لان كنعرف داك الشيء اللي كيضرب لك على الوتر الرنانه وغادي يكفي نقول غير دينا بوسلام صافي فضيحه كنت نسميها فضيحه اخلاقي و لو ديتاي ديرو دينا بوسلام اي بوديموس وغتشوفو فين وصلوا المساله في راه في المحاكم الاسبانيه ضد هاد السيد هذا والعلاقه ديال ديك
المغربيه دينا بوسلهام في الحقيقه لا تشرف المغاربه، ولكن مزيان بحال هادو خصهم يتفضحوا باش يعرفوا بانه كتفتش على المصلحه ديالك واحد الوقت، ولكن داكشي كيدوز. هذاك السيد وصل للسلطه، استفتي ما استفتي، من بعد كيزول منه، كيزول من السلطه، كترجع لهذا وكتبقى ديك الوسخ، ديك لاطاش عندك في الحياه ديالك كامله. دونك دينا بنتي اش غادي نقول لك، ما كتشرفيش المغرب والله، وكاينين المغاربه اللي كيشرفوا المغرب بالمواقف ديالو مع الاقل غير بصمت حكمه، الا ما قدرتي دير والو غير صح ياك صح. انا هنا في الميرادور ها هو، وكنت كنهضر على هذه القضيه ديال لي سوب صحاريان، كليب ديالنا هو باقي تابعنا، شوف فين وصل معنا. ومسكين راه ما عطيناه حتى حاجه والله، طرف الخبز ما عندنا، عندنا غير كنجيبو معنا دي بروي وصافي، مش غتعطيه البنان، مش غتعطيه الشيء التفاح، ما والو. المغرب عنده موقف واضح، وكنضمن في القضيه ديال الصحراء هذه كاين اجماع، دونك ما حتى شي واحد كيعرف هذه القضيه، هذه قضيه ديال كل المغاربه. راه 350 الف مغربي مشى، كاين اللي كيفتخر بان جدو مشى في هذا، كيدير بالوليد ديالو. وحنا كمغاربه، انا بعدا كمغربي، انا ملي توظفت وانا كنخلص ضريبه ديال التضامن الوطني، دونك هذيك الارض بالخاطر بالزاز صافي، ما غير قابله للنقاش، هذه اللي كيتناقش معاهم يمكن من باب انه ديمقراطي وكيبغي يسمع للاخر، يمكن شيء انت في دارك واللي ما عجبوش الحال يشرب البحر وصلات عنك، اللي بغى يسب غير يسب، ما 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 بقى ما بقاش داكشي كيأثر فيا. يلا تحياتي.